اهلا بيكي معانا، شرفتينا في صدر البلد، نحب نتعرف. سمر فؤاد، ميس إليجنت 2018. كلميني النهارده عن عمليات المسابقه، وشايفه النهارده البنات انا بصراحه حاسه ان في اختلاف كبير ما بين السيزون بتاعنا. حاسه ان السيزون ده يعني فيها تبقى منافسه قويه قوي. طيب شايفه ان ايه اكتر مثلا حاجه بيتميز بيها كل بنت عن الثانيه، والكواليس بقى ما بينهم، التعاون، يعني الدنيا عامله بينهم؟ هو انا لسه ما تعاملتش مع البنات دايركت، انا ما شفتهمش غير مره، بس اكيد كل واحده ليها شخصيتها وكل واحده ليها انطباع. طيب تقدري تنصحيهم بايه؟ دي النصايح بقى، بحيث ان هم فعلا كل واحده تكون يعني يعني ما تبقاش فيك مثلا قدام عشان المسابقه وكده. تنصحي بايه؟ انصحها تهتم مبدئيا بالشكل العام، عشان الكومبيتيشن في الاول وفي الاخر اسمها ميس إليجنت. تهتم بشكلها وتهتم بشعرها، بشرتها، الحاجات دي كلها عشان بتفرق. واهم حاجه برضو الثقافه بتاعتها في الاناقه. طيب بتقولي يعني في معايير معينه بيختاروا بيها اللبس، خصوصا بقى انت خلاص يعني انت اخدتي اللقب، فبيبقى فيه في طريقه كلامك يعني شكل معين لازم تظهري بيه، لبس معين لازم تظهري بيه، تقدري ازاي توفقي الدنيا دي مع بعض؟ طبعا انا الاول كنت ممكن انزل من البيت ما اهتمش انا بلبس فورمال او بلبس كاجوال، لا دلوقتي بقيت اهتم امتى البس فورمال وامتى البس كاجوال، وكل حاجه ليها وقتها. وابتديت يعني اهتم ان في حد ابتدى يتابعني او ابتدى يشوف سمر بتلبس ازاي، سمر بتعمل ايه، يعني بقيت مثل اعلى. ايوه بالظبط. تقدري برضو تقولي المشروع بتاعك كان عن ايه، وقدرتي تحققيه كام في المية تقريبا من المشروع بتاعك اللي انتي دخلتي منه؟ هو المشروع بتاعي كان مبادرات خيرية، وكان فيديوز لتنشيط السياحة، وتم بنسبة 70%، وانا لسه مكملة فيه. عملت فيديوز فعلا لتنشيط السياحة، وكذا فيديو يعني مش فيديو واحد، وعملت مبادرات، عملت رحت مستشفى بهية، مستشفى 57، وسافرت بورتو شارم يوم في جمعة اليتيم.